Thank you مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج حديث الساحل. ابدا مباشره في التفاصيل وبعض الاخبار المهمه والموضوعات ايضا التي تهمكم ونلقي الضوء على تفاصيلها في حلقاتنا وفي هذه الحلقه تحديدا في الاسبوع الماضي والايام القليله الماضيه كان هناك نشاط لافت لعضو مجلس القياده الرئاسيه العميد طارق صالح رئيس المكتب السياسي وقائد المقاومه الوطنيه في الساحل الغربي التقى بالقيادات العسكريه في محور حيس كان اهم ما ورد او ما تم طرحه في هذا اللقاء بدايه ترحيب العميد طارق صالح بالالويه التهاميه وقياداتها التي انضمت مؤخرا الى المقاومه الوطنيه وايضا اشاد العميد طارق والمجتمعون في محور حيس باعلان الاجهزه الامنيه مؤخرا بالتنسيق مع شعبه الاستخبارات في المقاومه الوطنيه عن ضبط خليه كانت مهمتها التقطع والنهب وهي على صلة مباشرة بما يسمى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي وقد نشرت اعترافات أعضاء هذه الخلية وكانت الرسالة واضحة للميليشيات الحوثية بأن السلاح صاحي والاستخبارات شغلها زي الفل وأجهزة الأمن في الساحل الغربي برضو شغلها تمام وتنسيقات مهمة كل ذلك يصب في خانة دعم الاستقرار والامن في مديريات الساحل الغربي. ايضا العميد طارق وجه بتكثيف الجهود لمكافحه انشطه التهريب التي يستهدف من خلالها الحوثي الامن والاستقرار في مديريات الساحل الغربي وهذا امر مهم. أيضا دعا إلى العمل على خلق بيئة مواتية للاستثمار والتفاعل مع قضايا المجتمع واحترام حقوق الناس وصون ممتلكاتهم وتقديم نموذج يحتذى به في المناطق المحررة ولم ينسى العميد طارق أن يؤكد على أهمية رفع الجاهزية القتالية وأيضا الروح المعنوية والتدريب والتأهيل في اليوم التالي كان هناك اجتماع اخر مشابه لكنه في محور اخر في الساحل الغربي وهو الاجتماع الذي تم مع القيادات العسكريه في محور البرح. في محور البرح ناقشوا مع العميد طارق مستجدات السياسه والمستجدات العسكريه في ضوء الهدنه الامميه وايضا التي رافقها بشكل واضح خروقات حوثيه لم تتوقف. الحوثي كما اشار العميد طارق في هذا الاجتماع مع القيادات العسكريه في محور البرح مباشره بعد اعلان الهدنه اشتغل الحوثي وميليشياته على الحشد العسكري، تحريك القطع العسكريه والاسلحه الثقيله والعربات والذخائر سواء في مارب او في الحديده. أو في تعز أيضا، وضيق الخناق على أهل تعز وحصاره على أهلنا في محافظة تعز، ولم يلتزم بفتح الطرقات كما تم الاتفاق عليه مع الأمم المتحدة، وأيضا يقوم بحملة كبيرة وجهد شيطاني كبير من أجل تجنيد المزيد من الأطفال وإرسالهم إلى محارق الموت في هذه الحرب الحوثية العبثية التي تأكل الأخضر واليابس. دون ان يابه بحياه اليمنيين ولا بحياه هؤلاء الاطفال وهي جريمه يحاسب عليها الدين والشرع والاعراف وايضا القانون الانساني والدولي. هذه الاجتماعات عموما معناها ان السلاح صاحي ومعناها ان هناك حرص ان يكون نفس الدوله حاضر. في هذه الاجتماعات من أجل حماية الاستقرار من أجل حماية أمن والناس واستقرارهم ومصالحهم وممتلكاتهم وأيضا كما أشار ودعا العمي طارق إلى أهمية أن نعمل جميعا كل هذه القطاعات من أجل توفير حماية يعني بيئة مناسبه وموائمه للاستثمار وجذب الاستثمارات هذا الكلام لا نسمعه الا عندما نتحدث عن الدوله وحضورها ايضا من الجانب العسكري بطبيعه الحال كل اعضاء مجلس القياده الرئاسي يشتغلون كل واحد في الجبهه التي هو مسؤول عليها العميد طارق في الساحل الغربي واللواء دروس في الجنوب وفي عدن والمحافظات الجنوبيه وايضا الشيخ سلطان العراده في مارب وكل والبحسن في حضرموت وكل هؤلاء الناس يعملون بوتيره عاليه من اجل ان تكون الخيارات كلها متاحه ومتوفره ان سلم فخيرا والذي ان حرب فاحنا جاهزين. وتأكيدا مشاهدين الكرام للخروقات الحوثية المستمرة يوم الاثنين تحديدا ارتكبت الميليشيات الحوثية بطائرة مسيرة تحمل متفجرات ارتكبت مجزرة جديدة استهدفت المدنيين في حيس وتحديدا في قرية الرون شمال حيس في الساحل الغربي استشهد الطفل أيمن أبكر وأصيب سبعة من أفراد الأسرة وكان حادث مؤلم وموجع ايضا وجريمه يجب ان يتم ادانتها من الامم المتحده ومن العالم كله وهي ليست الوحيده وليست الاولى وليست الاخيره التي ترتكبها هذه الميليشيات وتحديدا في ايام الهدنه الامميه فرق الانقاذ يعني هبت لاسعاف الناس الى مستشفى المخا الخدمات الطبية التابعة للقوات المشتركة أسرعت وسارعت إلى إنقاذ الناس من هذه المجزرة سبعة مصابين من أسرة واحدة تم إسعافهم إلى مستشفى مدينة المخا فيما استشهد كما قلت الطفل أيمن أبكر ولعل الأمم المتحدة تنتبه هذه المرة وتركز على هذه الجرائم بشكل أكثر وضوحاً اعزائي المشاهدين الميليشيات الحوثيه تعودت ان يكون ابناء تهامه هو الجدر الواطي وابناء تهامه ارواحهم وقلوبهم ورؤوسهم مرفوعه دائما في السماء فلا تعتبر هذه الميليشيات انه اي شيء ممكن ان تمرره عبر أهلنا وأبناءنا وأبطالنا في السهلة التهامي أبناء تهامة أعزاء وكرام هؤلاء أحفاد أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل الكبير وهؤلاء أبناءنا وأهلنا ولن يسمح اليمنيون بالخوض في أعراضهم ولا في أعراض أي أحد من اليمنيين والحقيقة عندما جاءت الميليشيات الحوثية وسيطرت على كعدد من المحافظات انتشرت أشياء كثيرة لم تكن موجودة داخل المجتمع اليمني مثل المناطقية العنصرية الس الخوض في أعراض الناس بشكل بشع وبشكل وسخ وبشكل وقح ولهذا كان هناك وقفة من أبناء تهامة وأيضا المديريات المجاورة من مقبنة ومن المديريات الأخرى تضامنا مع أهلنا في أبناء تهامة في تهامة الذين خرجوا جميعا مسلحين في وقفة احتجاجية وأصدروا بيان مهم نصعرض جزء من لعل الرسالة تصل إلى هذه الميليشيات التي تخوض في أعراض اليمنيين منذ سيطرت على العاصمة صنعاء وما حولها تابعنا بكل أسف حملة الافتراءات الكاذبه التي روجتها ميليشيات الحوثي وابواقها وما تضمنته من خوض وطعن في اعراض ابناء مديريه حيس والساحل الغربي واليمن عامه واننا اذ ندين ونستنكر هذا السقوط الاخلاقي الذي يتنافى مع تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف وقيم ومعتقدات اليمنيين وعاداتهم وتقاليدهم والاعراف والاسلاف السائده منذ الاف السنين ولنؤكد على التالي ننفي نفيا قاطعا ما ورد في تلك الحمله من اكاذيب وافتراءات تكشف عن دناءه وحقاره هذه الميليشيات الاجراميه ان هذا السقوط الاخلاقي وحمله الافك والبهتان يكشف قبح المشروع الذي تحمله الذي تحمله هذه الميليشيات اليمنيين ومساعيها لتدمير اخلاق المجتمع والقبيله اليمنية وتمييع العادات والتقاليد التي تصون المرأة من أي استهداف رخيص وتحفظ مكانتها وحرمتها وتجرم الخوض في أعراض الناس إن تكرار هذه الإساءات لأبناء السلاح الغربي والتجرؤ على محاولة النيل من شرف من شرفهم وأعراضهم هو طعن في أعراض كل اليمنيين من شمال اليمن حتى جنوبه ومن شرقه حتى غربه أيضا تداعى أبناء مقبنة في تعز وأبناء حيز في الحديدة وكل المديريات للاحتشاد وتوجيه رسالة واضحة للميليشيات الحوثية ولعبد الملك الحوثي قائد هذه الميليشيات بأن أعراض اليمنيين ليست يعني لا يمكن القبول بأن تكون هدف لهذه الميليشيات أو الخوض فيها كان هناك تأكيد على أن هذا يعتبر السقوط أخلاقي وبهتان يعني يكشف قبح هذه الميليشيات وهذا المشروع الذي تحمله في اليمن ومساعيها لتدمير أخلاق المجتمع والقبيلة دعونا نتابع ما صرح به عدد من أبناء تهامة في هذه المديريات في هذا الموضوع أيضا نحن اليوم في قرية سويهرة والتقينا بكل المشايخ والعيان والمواطنين وزرنا بقيه المناطق كذلك التي بثت اشاعات فيها تلك الميليشيات الحوثيه بان هناك اغتصابات وان هناك اشياء اخلاقيه وللاسف ان الميليشيات الحوثيه قد وصل بها الافلاس الى هذا الحد قمنا بالتحقيق في تلك الشائعات ولم توجد اي شيء مما تدعيه تلك الميليشيات الحوثيه وحقيقه هؤلاء يكذبون كما يتنفسون لم يبقى للميليشيات أي شيء إلا استخدموه تخيلوا من ذلك الوادي الذي بجانبنا الآن تقوم الميليشيات الحوثية حتى برمي الألغام أثناء نزول السيل من أجل أن تتوزع الألغام على مستوى امتداد الأودية هؤلاء لا يعشقون الا الدمار احنا مشايخ المنطقة واحنا نعرف داخل المنطقه كل صغيره وكبيره رسالتي الى الحوثيين فاقول لهم مهما تكلمت ومهما عملت من شائعات فانتم مهزومين ولن تحققوا منيتكم في مناطقنا المحرره نحن سنقف يعني ضدكم كل ابناء المنطقه سيقفون يحموا بلدهم او قراهم التي تحررت من ايديكم الفاجره الظالمه بكل قوه، هذه القضيه لا تتناسب يا اخي مع اخلاق المسلمين ومع ديننا الاسلامي ولن ترضي الامه الاسلاميه او الدين، هذه الناس خارجين عن دين الله. اشاعه باطله وكاذبه لا اساس لها من الصحه، وانما همهم الترويج والزعزعه في امن واستقرار البلاد. فنحن نقول لهم الرساله الواضحه الذي يفهمها الكل ان الحوثيين هم اصحاب الاشاعات والاباطيل الكاذبه، ونقول لا مكان لكم عندنا. فنحن قريتنا صلبه ان شاء الله تحررت والحمد لله رب العالمين واصبحنا الان نتنفس واصبحنا الان نرى الامور على نصابها واصبحت لنا الحريه فنحن لا نريد ان يعود الينا الظلم والاستبداد والقهر الذي عايشناه في عهدهم نقول الحوثيين كفاكم زعزعه وكفاكم كلام وكفاكم ترويج في اعراض الناس وكفاكم نشر الاشاعات الباطله التي لا وجود لها في مجتمعنا نحمل الحوثيين المسؤوليه الكامله عن ما يحصل من جرائم واشاعات كاذبه فانهم كذابين وانهم مارقين السوهرة اشرف من ما يقول اشرف من هون هون زي ما سمعنا الناس كلمه واحده لا صحه لهذه الشائعات التي تطعن في اعراض النساء وحرمات اهلنا في تهامه ولن يكون ابناء تهامه لقمه سائغه او مبرر لهذه او هدف لهذه الميليشيات الحوثيه التي تستهدف يعني توجيه سهامها الى النسيج الاجتماعي اليمني والى القيم ومنظومه الاخلاق التي تميز المجتمع اليمني على مدى التاريخ. ساتوقف هنا مع فاصل قصير ثم نعود لنستكمل فيه ما تبقى من موضوعات في حلقتنا هذه لهذا الاسبوع. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الاسبوع الماضي كان للبرنامج تصريح حصري صوت تسجيل في تسجيل صوتي لرئيس دائرة الشباب يتحدث عن تدشين المخيمات الصيفية في الساحل الغربي. في الأيام الماضية تم هذا التدشين في كل مديريات الساحل ولكي نشعر أنا وأنتم بحضور الدوله وبنفس الدوله الذي تحدثنا عنه في الجزء آه الاول ولكي نتلمس ملامح المشروع الوطني ومشروع استعاده الجمهوريه آه دعونا نتابع ما قاله آه المسؤولون والمشاركون في تدشين المخيم الصيفي في مدينه المخا هذا تعزيز كبير نظرة في قطاع التربيه والتعليم باعتبار اننا آه في هذه الفتره القصيره التي نهدف وراءها الى تحقيق الكثير من الاهداف تعزز فيها القيم الوطنيه في نفوس ابنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ايضا الى جانب اكسابهم مهارات عديده وخبرات متجدده سواء في مجال الكمبيوتر او في مجالات اخرى نشكر كل الداعمين المنظمين لهذه الفعاليات التي تخدم ابنائنا الصغار وتبني جيل للمستقبل جيل حضاري متسلح بالعلم بعيدا عن ثقافة الجهل التجهيل نظرا لما تقوم به ميليشية الحوثي بتجهيل الشباب وبناء عقائد تخدم مصالحها تتنوع هذه النشاطات الموجودة داخل المركز الصيفي قسمت إلى ثلاث فترات الفترة الأولى كانت لدينا من الصباح الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر دروس تقوية كاملة لجميع المواد الدراسية ركزنا على اللغة العربية نهج القراءة للمبتدئين كذلك اللغة الإنجليزية للمبتدئين والمراحل المتبقية اقمنا دوره للاسعافات الاوليه كذلك واقمنا دوره للمسرح واقمنا دوره كذلك للطلاب المتفوقين في الانشاد بعد الظهر نشاطات رياضيه مختلفه منها كره القدم ومنها مباريات تقام هناك دوري الفتره المسائيه توجد لدينا محاضرات في المركز الصيفي بتطوير مهاراتي في انشطتها الجميله والاكثر من رائعه التي منها الاسعافات الاوليه وتقويه جميع المواد الدراسيه واتمنى ان نستمر في هذا التطوير في الخوخه ايضا كان هناك حفل تدشين للمراكز الصيفيه وبحماس وبتعزيز قيم الولاء الـ الـ الوطني وزي ما قلت لكم هذه ملامح مشروع استعاده الجمهوريه ونفس الدوله حين يكون حاضرا تابعوا تحركات وانشطه المقاومه الوطنيه وقوه القوات المشتركه والعميد طارق صالح في الساحل الغربي لتلمسوا نفس الدوله الحاضر دائما في المديريات المحرره وإلى أن نستعيد صنعاء بمشيئة الله تعالى ستكون هذه هي عناويننا وعناوين الأبطال في الساحل الغربي أيضا في الموزع وأيضا في حيس كان هناك تدشين لهذا النشاط وقد رصدنا لقاءات عبر فريق البرنامج في الميدان نتابع انطباعات وتعليقات المسؤولين والمعنيين على هذه الأنشطة وأيضا المشاركين فيها قمنا بالتنسيق وترتيب المراكز الصيفية والمخيمات على مستوى الساحل الغربي واليوم هنا من مديرية حيث نفتتح المخيم الشبابي الصيفي وهناك مخيمات على مستوى الساحل الغربي ان شاء الله سيتواكب هذا الاسبوع في افتتاحها اليوم وصلت الاداره المختصه بتدشين آه هذا المخيم الذي آه سيكون له مخرجات باذن الله آه ساره وان شاء الله نوفق ونكون متحسنين من الجميع نحن اليوم هنا ندشن المخيم الصيفي الاول في مديريه موزع طبعا بدعم ورعاية واشراف ومتابعه من قبل قائد المقاومه وبما يعني تميز هذا المخيم بانه دا يعني ذات كثافه جيده يعني بحضور كثافه جيده من ابناء المديريه من الاربع العزل المخيم يمشي على قدم وساق بوتيره عاليه تفاعل من الطاقم المدربين والاكاديميين والمحاضرات تفاعل لا محدود من الاهالي ومن الشباب المخيم الشبابي في مديريه موزع يقدم نموذج رائع في حيث من حيث الحركه النظاميه، من حيث تنميه المهارات والقدرات، نهدف من هذا المخيم الى رفع قدرات الشباب وحمايه الشباب من الانحراف والافكار الضاله. هذا المخيم الصيفي الذي جاء ويدعمه العميد طارق صالح يدل على قوته ووطنيته وايضا يبث لابنائنا الطلاب من المدارس العقيده الثابته لهذا الو... لابناء هذه المنطقه نلاحظ ابناء هذه المنطقه ي... يرفضون هذا المبدا وهذا العمليه ال... الذي جاءت دخيله على عقيده اليمنيين وخاصه ابناء موزع الذين لهم دور فعال في عمليه الوطنيه والواجب الديمقراطي الذين هم يضحوا من اجل هذا محطتنا الأخيرة في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام أعود بكم إلى مدينة المخا هذه المرة مع التنمية أيضا مدينة المخا كانت تعاني في الأوقات والسنوات السابقة من مشكلة في موضوع مياه الشرب أصبحت فيها درجة ملوحة يعني يعني عاملة مشكلة عموما هناك اهتمام من الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية وهذه المرة أيضا مركز الملك سلمان للإغاثة الانسانيه وللاغاثه والاعمال الانسانيه عبر منظمه الهجره الدوليه كان هناك تنفيذ او تدشين لمشروع الدعم ها المشروع المياه او مدينه في مدينه المخا المشروع هو توريد وتركيب وتجهيز حقل مياه الطبيليه بوحدات ضخ تعمل بنظام هجين اللي هو طاقه شمسيه ومولدات كهربائيه بتمويل من مركز الملك سلمان وسوف ينفذ ويشرف على التنفيذ في جزئين المنظمه الدوليه للهجره في مرحله او في جزء والخليه الانسانيه للمقاومه الوطنيه في جزء جغرافي آخر دعونا نتابع تفاصيل أكثر اليوم طبعا نحن في السلطة المحلية مع الأخوة في كتلة المياه ومنظمة الهجرة العالمية ندشن أهم مشروع حيوي استراتيجي لمدينة المخاء وهو مشروع المياه العذب كما تعرفون أنه هناك كانت معاناة لأبناء المخاء من عدم توفر مياه لصالح الشرب وبمتابعه حثيثه من قبل السلطه المحليه ومؤسسه المياه استجاب الاخوه في منظمه الهجره لهذا المشروع وطبعا كما تلاحظوا بدا العمل في هذا المشروع الحيوي والذي يكلف في المرحله الاولى اكثر من مليار ريال اتقدم جزيل الشكر للسلطه المحليه لتسهيل العمل في هذا الموقع وكذلك الاعطاء اللي هو التنازلات حول الاراضي للقيام اقامه المشروع هذا. زي ما انتم عارفين ان المشروع منقسم الى جزئين لا يوم بتقوم بانشاء الحقل تجهيز الحقل وكذلك الخليه الانسانيه بياخذوا الجزء الاخر اللي هو مد خط الضخ. زي ما شفنا حاجه تشرح الصدر وتمنح أمل جديد في الساحل الغربي والناس والمديريات تستعيد عافيتها مع استعادة الدولة لدورها والسلطات المحلية لدورها، وأيضا عمل المنظمات الدولية مهم. شكرا لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وللخلية الإنسانية بطبيعة الحال ولمنظمة الهجرة الدولية ولكل المنظمات التي تدعم الناس في هذه المشاريع الحيوية في الساحل الغربي وفي أي مكان في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ اليمن المعاصر. مشاهدينا الكرام بهذا اكون قد وصلتنا وانتم وزملائي الى نهايه هذه الحلقه سوف نلتقي في الاسبوع القادم مع موضوعات جديده باذن الله تعالى في الساحل الغربي نتابعها مع بعض بامكانكم متابعتنا والتواصل معنا على رقم الهاتف واتساب الخاص بالبرنامج الظاهر على الشاشه الان استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله الى اللقاء